خليني أبدأ بسؤال لإخواتنا الصم بعت لنا بيقولوا يا سيدنا إيه هو روح القدس؟ هو السؤال يتقال من هو روح القدس مش إيه، لأن روح القدس هو أحد الأقانيم الثلاثة، فيبقى شخص عاقل عشان كده نسأل عنه من هو. مين هو الروح القدس؟ الروح القدس هو روح الله، هو روح المسيح، يعني دي ألقابه، روح المسيح، روح الله، روح الآب، الروح القدس، الروح المعزي، الروح المعين، هو روح الله، أحد الأقانيم الثلاثة، الآب والابن والروح القدس، وهو مساوي للآب ومساوي للابن في الجوهر، وكائن منذ الأزل وإلى الأبد، وهو العامل في الكنيسة وعامل في المؤمنين. وعلاقتنا بالروح القدس أنه بيسكن فينا من يوم المعمودية، لما بندهن بالميرون، وذات نفس المعمودية تبقى ميلاد من الماء والروح اللي هو الروح القدس. وبعدين حياتنا الروحية كلها هي شركة مع الروح القدس، هو يقود الإنسان، والإنسان اللي بيطيع صوت الروح القدس بيمشي في طريق روحاني. لما بيعاكس الروح القدس ويخالفه، الروح القدس ينبهه ويأنبه وينخص ضميره عشان يحفزنا على التوبة. الإنسان المعاند لروح الله يظل روح الله برضه يحاول معاه، لكن ممكن يحصل أن الروح يحزن أو ينطفئ، عشان كده معلمنا بولس قال لا تحزنوا الروح وقال لا تطفئوا الروح. لكن الروح القدس لا يفارقنا مهما كان الإنسان بيعمل خطية، بدليل أن احنا عمرنا ما سمعنا أن في واحد عمل خطية بشعة ولما جه اعترف أبونا قال له معموديتك باظت وهنعمدك تاني أو هندهنك مرة تانية بالميرون. لكن الروح القدس فينا لغاية يوم الانتقال. لو كان الإنسان إنسان روحاني وعايش مع ربنا، الروح القدس يبقى معاه حتى في الأبدية. لو إنسان وحش وفقد النعمة بتاعته، فالروح القدس يفارقه لحظة الوفاة. سيدنا، احنا دايما بنتعامل مع أقنوم الابن والروح القدس وكأنهم من بعد التجسد، يعني حتى كل كلامنا معاه وكلامنا دايما عن الآب في العهد القديم، لكن برضو لما الكتاب اتكلم عن شاول وقال ان روح الرب فرقت شاول، فهنا كان في روح القدس وفرقته هو عايش، فايه الفرق بقى؟ روح القدس كائن منذ الأزل، يعني حكاية ان احنا بنتكلم عن الابن وروح القدس في العهد القديم، لا، بدليل حضرتك قلت المثل بتاع شاول ان روح القدس فارقه. وفي المزمور المشهور بتاع التوبة اللي بنصلي بيه في كل صلاة وارحمني يا الله كعظيم رحمتك من روحك القدوس لا تنزعه مني، ومن أول سفر التكوين يقول لك روح الله يرف على وجه المياه، فهو كائن منذ الأزل وواضح، حتى هو الناطق في الأنبياء، كل نبوات العهد القديم كان الروح القدس هو اللي بينطق بيها على أفواه الأنبياء أو هما بيكتبوا. ويقول مثلا أحد الأنبياء روح الرب علي، مثلا اقتيد بالروح حمله الروح، وهكذا. الفرق بالعهد القديم والعهد الجديد، قديس كيرلس الكبير قال إن النفخة اللي نفخها ربنا في آدم كانت طبعا الروح الإنسانية لكن معاها الروح القدس، بس مش معناها الروح القدس بقت روح إنسانية. احنا الروح الإنسانية في كل البشر، لكن الروح القدس كان منحة للإنسان عشان هو على صورة الله، يبقى ادينا نفخة من روحه. صح. كده في اللف. لما آدم أخطأ الروح القدس فارقه لغاية ما يحصل الفداء والخلاص وبعدين يرجع لنا تاني. طيب في العهد القديم بقى من آدم لغاية ما جه المسيح، هل الروح القدس كان ممكن يحل على البشر؟ بس حلول مؤقت. الحلول ده كان على ثلاثة فئات من الناس، الأنبياء والكهنة والملوك. فمن ضمنهم شاول، لما صموئيل دهنه بالمسحة المقدسة حل عليه الروح القدس وتنبأ. لكن لما أخطأ وعاند ربنا فركه الروح القدس. في العهد الجديد بقى السكنة دائمة،
بعد الفداء والخلاص وبقينا أصدقاء ما احناش أعداء، صلحنا مع الله بموت ابنه وصرنا أبناء الله. يقول لك بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم، صرنا أبناء الله. والابن لا يمكن يفقد صفة أنه ابن، يعني إن لو أنا عندي ابن وزعلني هيبقى في خصومة بيني وبينه، وممكن أطرده بره البيت وممكن يبقى في مشكلة كبيرة، لكن هو ابني مش هتبرى منه، هو ابني صح. يعني يوم ما يرجع ويعيط يقول لي سامحني يا بابا، أقول له تعالى حبيبي أنا آسف إن أنا زعلتك وإن أنت زعلتني. صحيح. فإحنا مهما أخطأنا نحن ما زلنا أبناء، إلا إذا الواحد أصر على خطأه لغاية آخر لحظة من عمره ورافض تبكيت الروح، هو ده بقى التجديف على الروح القدس.